عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل، يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط، حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم، وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة. ها؟ لا تخف. أنا صديق قديم. ألا تذكرني؟ معذرة؟ أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعا لا أجد مالا أنفق منه كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبت إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته ها لماذا؟ لأنني لا أعمل وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟ قل ذلك لعمي. آه، عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا. معك حق، أنت بالفعل صديق مخلص وكريم. سأذهب الآن. لا 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 تشكرني، لا شكر بين الأصدقاء. <applause> إنني يا ولدي لست غنيا، وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة. اطال الله بعمرك يا ابي كل ما املكه هو هذه البقره الجميله انني يا ابي في خير حال لبن البقره يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدا ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز او التمر ما الذي نريده فوق ذلك انت غلام طيب وصالح انني يا بني اشعر بقرب النهايه واوصيك خيرا بامك ولا تبع البقره الا عندما تصبح راشدا اللهم اني استودعت هذه البقره لابني فاحفظها له يا رب العالمين اعرف ان الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نسبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع ارجوك يا صديقي المخلص ارجوك انني بحاجه لبعض المال وكيف لك ان ترده مم... عندما يموت عمي سارث جزءا من ماله وسادفع لك <applause> عمك في اتم الصحه وقد تموت انت قبله معك حق ولكن ما العمل تقتل عمك اقتل عمي لا 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 سيعرف الناس انني القاتل وسينتقمون مني بالتاكيد النفس بالنفس هذه شريعه موسى معنى ذلك انني ساموت ايضا وافقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته وفوق كل ذلك تاخذ ديه قتل من اناس اخرين وهل يمكن ان يحدث هذا نعم يمكن جئت لاشتري البقره سادفع فيها مئتي قطعه ذهبيه ولا الف قطعه هذه البقره غاليه عندي لانني ورثتها عن ابي ولن ابيعها الا بوزنها ذهبا <applause> يا لها من مسحه وزن البقره ذهبا لماذا صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء واصبحت انسانا مختلفا اقسم لك مم. هذا كلام طيب وادركت انني يجب ان اعمل عظيم اريد ان اتاجر ولكن في سبط اخر ولماذا تسافر الى قبيله اخرى من قبائل بني اسرائيل ان سمعتي ليست جيده والتجاره سمعه يا عمي اليس كذلك معك حق وما المطلوب مني تذهب معي الى السبط الاخر وتقول لهم فقط: إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم. ما رأيك؟ لك هذا يا حجر، إذا كنت صادقاً في التوبة والاستقامة. طلب أخير يا عمي. ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي. لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي، وأحسن الخير أن يكون في السر. لك ما تريد. راضية، لدي عمل في الصباح البكر ساحرس الحقل كله لصاحبي ارجوك ارجوك اريد ان انام اذهبي اذا اشكرك على كل حال اما انا فسوف اسير قليلا واستنشق الهواء يبدو انني سرت كثيرا سانام هنا لبعض الوقت لا افهم يا ابن اخي لماذا اصرارك على السفر ليلا حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب واريد ان انام ستنام يا عمي ستنام الى الابد أوه حجر هذا صوت صراخ لادمين ارى الحجر على الارض هل هذا ما اراد قوله ولكن من قاتله ولماذا قتله هل الدنيا بهذه القسوه هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني استطيع الكلام بلغه البشر. {وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون} الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوما جديدا ولكنني لا استطيع النوم كيف انام بعدما رايته انسان يقتل انسانا اخر <applause> اشهدي ايتها السماء انني لن اسكت على مقتل عمي ولن ادع المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لانتقمن من هذا الصبت كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض تعميق الخلافات بينهم وما النتيجة؟ قتلوه فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت لا هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء. معك حق، وإذا لم يعرفوا القاتل، قبلنا بالدية، حقنا للدماء طبعا. من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماما، وتشتعل الفتنة بين القبيلتين. مم. وما العمل يا كبير السبط نذهب لسيدنا موسى ونرجوه ان يسال ربه حل هذه القضيه ماذا قال سيدنا موسى للناس ومنذ متى وانت تهتمين باخبار البشر ارجوك اخبريني ماذا حدث قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره بقره الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوا؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس الى ديارهم كيف يامرهم الله بشيء ثم يعتبرون الامر سخريه منهم ثم يعودون الى ديارهم وكان شيئا لم يحدث واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ماذا سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا. وستكون حرب مدمره نذهب الى سيدنا موسى ونساله عن نوع البقره وصفاتها لقد قال بقره اي بقره فلماذا نشق على انفسنا هذا لكسب الوقت ربما تحل القضيه دون ان نغرم انفسنا ذبح البقره حجر انت هنا انا دائما بجانبك يا ابنه عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا من قتله عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك انت ايضا في الحقيقه لم لم اكن اتصور انك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاه ابي هذا اقل واجب ولكن هناك مشكله صغيره جدا ما هي ان قربي منك لحمايتك ربما يثير الاقاويل والافضل ان نتزوج نتزوج في هذه الظروف. نتشارك معا في الحزن والفرح، لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي. هيا أخبريني بالأخبار. ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعو ربه ليعرف ما هي البقرة. ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه: إنها بقرة لا فارض ولا بكر. هل هل قاموا بذبح البقرة؟ أم أنهم في الطريق إلى الذبح؟ لا، لا هذا ولا ذاك. لا أصدق ما أسمع. لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى: افعلوا ما تؤمرون. كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة. وما أهمية اللون؟ كيف؟ الالوان مهمه للغايه فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقاليه اللون ارايت ارايت اهميه الالوان لست افهم ولكنني اريد انهاء الموضوع فلنسال عن اللون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا اصطحبيني إلى حقل الفول الجديد. غريبة، لأول مرة تتحدثين عن الطعام. أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب، وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الذهب. لن أذهب معكم هذه المرة. ماذا سنقول لسيدنا موسى؟ سنقول له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قلناها من قبل، ابحثوا عن جديد. سنقولها ونضيف عليها ان البقر تشابه علينا اتقوا شر الحليم اذا غضب سنقول لسيدنا موسى انا ان شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الاوصاف فلا توجد بقره صفراء ليس فيها عيب ومتوسطه السن ولا تعمل ولا تحرث في الارض غيرك لماذا اوقفت الوزن انتظروا حتى تشرب البقره ما كنت احب ان ابيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك ابدا يجب ان تفرح لي ساكون ايه من ايات الله وان كنت لا ادري كيف ماذا يحدث هذا انتهاك لحرمه الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه اوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروه ضخمه للغلام اليتيم صاحب البقره فماذا سيحدث الان انتظر لترى وامر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقره وقال موسى لقومه اضرب الميت ببعض البقره اي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا باذن الله ويقول لكم قتلني ابن اخي هذا هو قاتلي فخذوا بثاري منه انت قاتل ابي خدعني الشيطان وانزل الله ايه لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والاخره حصل الغلام الصالح البار بابيه على ما يستحق من ثروه ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بامكان بني اسرائيل ان يوفروا على انفسهم كل هذه المشقه وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الامر من اول مره وذبحوا اي بقره ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجه انهم دفعوا ثمن البقره ذهبا واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون